يوم العشرين من كانون الأول من عام 1951 تم تشغيل أول محطة لطاقة نووية في العالم. إنه المفاعل النووي التجريبي ABR-1 في ولاية إيداهو الأمريكية. بعدها قام الاتحاد السوفيتي بتشغيل أول محطة لطاقة نووية له أيضاً، وذلك في العام 1954. وفي عام 1956 أصبح مفاعل كولدر هول أول مفاعل نووي تجاري لتوليد الطاقة الكهربائية في المملكة المتحدة. قضى العلماء الكثير من الوقت لتطوير تقنية يمكن من خلالها إشباع حاجة البشر للطاقة. وبمجرد أن ظهرت المفاعلات النووية اعتقد البشر أن ما حدث هو تقدم تقني هائل يمكنه تغيير حياتنا. لكن لاحقاً تبين أن ذلك اعتقاد خاطئ، وهو ما تؤكده الأضرار التي ألحقت تلك المفاعلات النووية بالبيئة. هناك سبب آخر، وهو أن العلماء في أوائل القرن العشرين كانوا مخطئين باعتقادهم أنهم قد اكتشفوا الطاقة النووية في ذلك الوقت. حتى لو لم تكن مهتماً بالفيزياء، فإن هذه الحلقة ستنال إعجابك، لأننا على وشك إثبات أن الطاقة النووية متواجدة على كوكبنا منذ 1.8 مليار سنة، وسنكشف أيضاً عمن قام باستخدامها في ذلك الوقت. اكتشاف أقدم مفاعل نووي في العالم. في عام 1972 بدأت شركة فرنسية في التنقيب عن اليورانيوم الخام في مناجم أوكلو في جمهورية الغابون. يعتبر اليورانيوم الخام من المواد العالية القيمة، وذلك لكونه مادة رئيسية في الصناعات النووية. وقد أثبتت مناجم أوكلو بأنها مواقع مثالية للحصول على اليورانيوم الخام منذ أن بدأ التنقيب هناك خلال السبعينيات. لكن في ذلك الوقت لم يكن أي شخص يدري بأن المناجم كانت تخفي مفاجأة حقيقية. كانت الصخور ذات جودة عالية وتحتوي على تركيز مرتفع من اليورانيوم، وذلك ليس كل شيء، حيث عثر العمال هناك على يورانيوم خام مختلف قليلاً. وبمجرد نقله إلى فرنسا لإجراء الدراسات تبين أن ذلك اليورانيوم يحتوي على 3 نظائر من نفس الوقت. إنه اليورانيوم 238، وهو النوع الأكثر وفرة. اليورانيوم 234 هو أنذر النظائر، إضافة إلى اليورانيوم 235، وهو أكثر نظائر المرغوب فيها كونه أكثر قابلية للانشطار. كان اليورانيوم 235 موجوداً بتركيز منخفض جداً، لدرجة أن العلماء بدا لهم بأن اليورانيوم الخام قد تبين تخصيبه بالفعل. كان محتوى اليورانيوم منخفضاً بنسبة 0.017%، وهي نسبة غير كافية لاستخدامها في محطات الطاقة النووية. لكن كيف انخفضت تلك النسبة؟ هل حدثت تلك التفاعلات النووية في المنجم؟ تلك النتيجة جعلت العلماء يعتقدون أن المنجم ليس مجرد منجم عادي، كما كشفت الدراسات التي تم إجراؤها المزيد من الحقائق التي يصعب تصديقها. بلغ حجم العينات التي يتم تخصيبها بالفعل حوالي 200 كيلوغرام، وذلك يكفي تقريباً لصنع 6 قنابل نووية. قد تم العثور على المزيد من اليورانيوم المستهلك داخل المنجم، لكن في نفس الوقت لم يجد العلماء أي آثار لانفجار أو تفاعل نووي واسع النطاق. كما أشارت دراسة أخرى أجراها العلماء على الكهف الذي يصل عمره إلى حوالي 2 مليار سنة، بأن النشاط النووي للكهف قد استمر لحوالي 500,000 عام. وخلال تلك الفترة يجب أن تكون التفاعلات قد أطلقت طاقة حرارية تصل إلى 100 كيلووات، إضافة إلى عدة 100 تريوات ساعي من الطاقة، وهو ما يعادل كمية الطاقة التي أنتجتها محطة نووية حديثة متوسطة الحجم على مدى 4 عقود. طالت التفاعلات الانشطارية ما مجموعه 10 أطنان من اليورانيوم ل235، إضافة إلى 4 أطنان من البلاتينيوم المشع 239. وبما أن نصف عمر البلاتينيوم المشع هو 24,110 سنوات، فإن الكثير من الإشعاعات قد اضمحلت بحلول اليوم.
لكن ذلك يعني أن النفايات النووية التي تمثل مشكلة كبيرة للبشر اليوم قد ظهرت واضمحلت في الغابون منذ حوالي 1.5 مليار سنة، وهي الحقيقة التي أثارت دهشة ورعب العلماء في نفس الوقت. فالتقنية التي يعتقد العلماء أنه تم اكتشافها خلال القرن العشرين بعد سنوات من الأبحاث كانت موجودة منذ 2 مليار سنة. الحقيقة الصادمة: مفاعل نووي بعمر 2 مليار سنة، بعد النتائج المقلقة التي تم التوصل إليها من طرف العلماء تم التوصل إلى نتيجة نهائية مفادها ما حدث في الغابون ليس ظاهرة طبيعية، بل إنه تفاعل نووي مفتعل تم إحداثه تحت الأرض. لكن ما يعجز العلماء عن فهمه هو طريقة القيام بذلك في ظل غياب المكونات الرئيسية لتقنيات التخصيب التي نعرفها اليوم، ومن بينها أنابيب المياه وأبراج التبريد وخزانة التحكم. وبما أن عمر المنجم حوالي 2 مليار سنة وأن التفاعلات قد حدثت على مدار 500 ألف سنة كما سبق أن ذكرنا، فإن كل تلك المعدات لم تكن متوفرة في ذلك الوقت بالتأكيد، كما يؤكد الخبراء بأن التفاعلات داخل المنجم كانت معتدلة، أي أنها كانت خاضعة للرقابة بطريقة غير مفهومة. وهنا يجب أن نطرح سؤالاً مهماً: من أشرف على تلك التفاعلات قبل 2 مليار سنة؟ قال الدكتور غلين سيبورغ، الرئيس السابق للجنة الطاقة الذرية الأمريكية والحائز على جائزة نوبل في الكيمياء بفضل أبحاثه ومشاركته في تركيب واكتشاف ودراسة 10 من عناصر ما بعد اليورانيوم، بأن ما حدث في الغابون من فعل البشر، حيث أن تخصيب اليورانيوم يجب أن يتم في ظروف محددة، وأهم شرط هو تواجد الماء للحفاظ على درجة نقاوة النيوترونات، وأيضاً الحفاظ على السرعة المطلوبة لحدوث الانشطار النووي. كما يعمل بخار الماء على تشغيل التوربينات العملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية، وهي الطريقة التي نحصل بها على الكهرباء من المحطات النووية اليوم. المياه التي يتم استخدامها في تلك المحطات هي مياه معالجة بشكل خاص لتأدية ذلك الغرض. ويرى الدكتور غلين سيبورغ بأن كل هذه الإجراءات يستحيل أن تحدث في الطبيعة. لكن ماذا لو كان الدكتور غلين مخطئاً؟ بذلك يجب علينا مراجعة ما ذكره الكيميائي الياباني بول كوردا في ورقة علمية تم نشرها عام 1956 عن إمكانية حدوث تفاعلات نووية في الطبيعة دون تدخل البشر، وهي حقيقة علمية يجب الاعتراف بها. التفاعل يمكن أن يكون طبيعياً رغم استمرار التكهنات لتفسير ما حدث في منجم أوكلو بالغابون ومحاولة التعرف على من قام بالإشراف على تلك التفاعلات، إلا أن بعض العلماء سلكوا طريقاً آخر يريدون من خلاله إثبات أن ذلك التفاعل طبيعي، وأشهرهم الفيزيائي أليكس ميشيك من جامعة واشنطن، الذي أجرى رفقة زملائه أبحاثاً ظهرت من خلالها حقائق لا تصدق. أشارت الآثار الموجودة على الصخور إلى أن التفاعلات تحدث لمدة 30 دقيقة تقريباً قبل أن تتوقف لساعتين أو ساعتين ونصف، ثم تحدث مرة أخرى. كشفت تلك الأبحاث أيضاً بأن التفاعلات حدثت في منطقة متفرقة، والتفسير الذي وضعه أليكس وفريقه هو أن ذلك الفريق الزمني يتطابق مع إيقاع تسرب المياه من سطح الجبل إلى داخل المنجم، وعن طريق الترشيح من خلال طبقات متعددة من الرمل والصخور، فإن الماء يصل إلى درجة النقاوة الضرورية لتحقيق تفاعل نووي معتدل، أي أن التفاعلات تحدث عند تسرب المياه وتتوقف عند انقطاع المياه لتبدأ مجدداً عند تسربها. هل يوجد تفسير آخر؟ إذا لم يكن ما يحدث في منجم أوكلو من صنع الطبيعة، فإن ما حدث عبارة عن معجزة. عجز العلماء عن إيجاد تفسير مقنع لهذه الظاهرة، أدى لظهور فرضيات عديدة من بينها تورط المخلوقات الفضائية في تخصيب اليورانيوم على الأرض منذ 2 مليار سنة. فحتى وإن حاول العلماء نسب هذه الظاهرة للحضارات القديمة، فإن الحضارة الفرعونية
ظهرت منذ 3000 عام، ظهرت حضارة المايا منذ 4000 عام، والعديد من الحضارات الأخرى المعروفة ظهرت منذ 4000 من السنين. رغم طول تلك الفترات الزمنية، إلا أنها قصيرة جدا بالمقارنة مع عمر المنجم الذي ذكرناه عدة مرات أنه يصل إلى 2000000000 سنة. في ذلك الوقت وحده كانت البكتيريا والكائنات وحيدة الخلية شاعت على سطح الأرض. أعزائي متابعي قناة هل تعلم؟ إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب ثانكس. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.